سعيد، انا بحب الكرة قوي، فما كلنا. بحبش افلت في الحاجات الصغيره. احنا كسبنا امبارح ولعبنا لعب حلو قوي، تمام، بس في نقطه عند اللعيبه، احنا كنا بنضيع فرص. ده حقيقي، بنضيع فرص كتير قوي. اللمسه الاخيره عندنا فيها مشكله، وتحديدا امبارح تريزيجيه ضيع كذا فرصه. طيب انا عايز اقول ان ضياع الفرص يعني ليه سببين رئيسيين. السبب الاول قله التركيز الناتج عن ان انت متسرع، في اهتمام وفي ضغوط كتيره جدا طوال الوقت، فده ربما بيخلق نوع من التوتر وقله التركيز عند بعض اللاعبين. السبب الثاني واللي اتمنى نعالجه بشكل قوي الانانيه. واضح ان في بعض الانانيه عند اكتر من عنصر، وده ناتج عن ان الكل بيحاول يثبت نفسه كفرد. كفرد دي لازم تهمش تماما. احنا بنلعب كمجموعه ككتله، هدفنا واحد زي ما قال محمد الشناوي بعد المباراه، احنا بندافع عن اسم مصر، انسوا اي امور شخصيه وانسوا زي ما انت قلت اي شيء متعلق بالانديه. فبالتالي انا اتمنى ان يكون في تركيز اكتر عند اللاعبين، ان كيروش يشتغل. وانا عارف كويس جدا ان بعد الدور الاول كيروش كان ليه جلسات مع بعض اللاعبين بينهم عمر مرموش، اتكلم عن فكره ان التعاون لازم يكون في تعاون اكتر. مظبوط. انا شفت امبارح اربع لقطات يعني جاوبت لي بشكل مختصر ليه محمد صلاح في ليفربول مش زي منتخب مصر بشكل واضح. وده يعني كان واضح جدا، مثلا نقيسها في كره تريزيجيه، شوف محمد صلاح متمركز فين. محمد صلاح مزبوط. متمركز في موقع مثالي، فرصه تسجيل مؤكده، لكن بنشوف تريزيجيه بشيء من الانانيه بيشوط كره ثانيه. مصطفى محمد صلاح مزبوط. في محاذاة اخر مدافع تتلعب له في المساحه انفراد، جون مؤكد، لكن مصطفى محمد بيعمل ميس باص. عمر مرموش ما بيتعاونش، كره صلاح صنع فرصه هدف مؤكد لعمرو السوليه. كل هذه الفرص بتقول لك السوليه شاطه في السماء. كل هذه المعطيات بتقول لك ان محمد صلاح لم يجد ادوات ليفربول اللي تعينه للظهور كافضل لاعب في العالم. هو صلاح امبارح قدم مباراه عظيمه جدا جدا جدا، لكن الحاجات الصغيره دي تقول لك هو ليه محمد صلاح مش افضل لاعب في العالم في اخر ثلاث مباريات معانا. ده مش ناتج عن محمد صلاح، لازم نبقى واخدين بالنا اللي حواليه. في فوارق طبعا، في فوارق جدا، لكن محمد صلاح امس قدم واحده من افضل مبارياته طوال الوقت، تركيز عالي جدا تكتيكيا كمان. اتمنى المجموعه اللي حوالين صلاح تكون بالقدر القدر التعاون اللي هو نفسه بيشتغل بيه. يعني لو الناس بتشتغل معاه بالتعاون ده، انا كنت اشوف محمد صلاح امبارح يسجل هدفين ويسجل ثلاث اهداف، بلاش يكون عندنا مساعي فرديه. يمكن انا بشوف ان مصطفى محمد عايز يقول ان انا المهاجم رقم واحد، ان انا احق محمد شريف، لان في ناس كتير انتقدت وقالت ان محمد شريف كان احق بالفرصه. فبيحاول يعمل ده. عمر مرموش عارف ان في منافسه شرسه جدا جدا من تريزيجيه، وعارف ان في حد، ان ناس كتير بتطالب برمضان صبحي يكون موجود في تريزيجيه، وفي زيزو ممكن يعمل اكس مع صلاح، وفي فده خلق شويه من الفرديه. لكن عايزين نقول ان الهدف الاساسي في النهايه هو الانجاز مصري، الانجاز باسم مصر، والانجاز بينسب للجميع مش بينسب لافراد.